degree. احنا طلعنا معادلات الحركة M X double dot شوانس بس في مكان KX بيساوي دي معادلات الحركة في الماتريكس 4 مين قال لك الاوتر ده عشان هو ده يعني بنبص له بصه كده بتاعت الاوضه لما بنحط الاكس بيساوي يطلع بره الاوميجا تي و1 اكس 2 ونعوض ونطلع المعادله بالصوره دي يا شباب. احنا كتبناها المره اللي فاتت مش مظبوطه. كتبنا ايه؟ دي في اكس بيساوي يا شباب كتبنا بيساوي اف لكن هي المفروض ايه؟ M minus 1 F M minus 1 F لأن أنا عشان أطلع الـ dynamic matrix بضرب في الـ M minus 1 أو بقسم على الـ M يعني اللي هي الماتريسيز تبقى ايه؟ نضرب في الـ inverse بتاعت M فلازم الطرف التاني كمان يضرب في ايه؟ في M minus 1 هيفرق ايه في الكلام ده؟ لما جيت في الـ dynamic matrix اللي هي كانت K1 plus K2 على M1 minus omega square وهنا minus K2 على M2 minus K2 على M1 وهنا كانت K2 على M2 minus omega square كل ده مضروب في ايه يا شباب؟ كابتل اكس 1 وكابتل اكس 2 بيساوي الام ماينس 1 في الاف هتطلع اف نوت على ام 1 وزيرو اف نوت على ام 1 والثانيه ايه يا شباب؟ زيرو لو كان المعادله الثانيه فيها اف نوت 2 اف نوت كمان يعني عليها فرصه كان هيبقى على اف 2 كان هتبقى على اف لان انا ضربت الماس الانفرس بتاع الماس فده ده اللي كان الكلام اللي مش مظبوط لكن في الاخر لما تضرب تجيب الاكس 1 والاكس 2 هتطلع المعادله زي الصوره النهائيه اللي احنا طلعناها والكيرفات اللي احنا طلعناها للاكس 1 والاكس 2 من هنا يا شباب M1 جت من فين؟ من انا بضرب ال M minus 1 في ال F. M minus 1 اللي هي 1 على M و1 على M و0 و0. لما تكون دايما الماتريكس بتقسم بتضرب بتقلب بس الايه؟ الماس ماتريكس فبيدي لك ال M minus 1 لما تكون دايما ماتريكس. علشان اجيب الـ natural frequencies يا شباب انا طبعا انا بعد كده جبت اكس 1 وايه؟ واكس 2 بالعلاقات اللي احنا الطويله اللي احنا جبناها المره اللي فاتت مش هكتبها تاني يعني هوريها لك دلوقتي مكتوبه. رسمنا العلاقات ديت وقلنا ان في نقطه للاكس 1 بتساوي ايه؟ بتساوي زيرو. النقطه دي استغلتها في ايه؟ ان انا لما يكون عندي سيستم سنجل ديجري وبيتحرك عند ريزونانس ممكن اضيف اليه كتله وسبرين ام 2 وكي 2 بحيث ان هم يساوي سرعه المكنه الكي 2 على ام 2 يساوي اوميجا سكوير اللي هي سرعه المكنه سكوير فلقيت ان لو عملت كده سيستم تحول ل 2 ديجري اللي هي المعادلات اللي قدامنا ديت ولقينا ان الاكس 1 اللي هي بتاعت المكنه نفسها بتساوي يا شباب بتساوي زيرو فقدرنا نقلل الفايبريشن من انفينيتي لغايه ايه؟ زيرو ولو كان في دمج حتى
فعند الريزونانس في السنجل ديجري بيبقى الامبليتود كبيرة برضو، تبقى الامبليتود كبيرة، فانا بحولها لايه؟ لقيمة صغيرة. فهي فعلا يعني لو في دم مش هتوصل للزيرو، ولكن في الـ 2 دي جي يعني، لكن بتوصل لقيمة ايه؟ صغيرة جدا. لو انا مطلوب مني اجيب الـ natural frequency measurement كنت بعمل ايه؟ بجيب الـ determinant بتاعت الـ D وسبب ايه؟ بزيرو. الـ determinant بتاعت الـ D اللي هي كنا كاتبينها ديت هنضرب ايه؟ ده في ده ناقص ده في ده واساوي بزيرو. ده كان بيبقى في المقام في اكس 1 واكس 2، عشان كده قلنا ايه؟ لو المقام ده عوضت فيه باوميجا ان 1 او اوميجا ان 2 هيخلي المعادله بتساوي كام؟ بتساوي زيرو، هيخلي المقام يعني بيساوي زيرو، عشان كده قلنا فيه 2 ريزونانس في الـ 2 ديجري. طيب تعالى نشوف دي لو ضربنا ده في ده باعتبار ان الاوميجا ديت هي الناتشر فريكونسي. ضرب ده في ده ماينس ده في ده يساوي زيرو، وهناخد يا شباب كي 1 على ام 1 اوميجا اس سكوير، وكي 2 على ام 2 اوميجا اي سكوير. اوميجا اي سكوير هيطلع لك الفريكوانسي ايكويشن تطلع بالصورة دي. اوميجا سكوير اوميجا 4 خلاص يا المعادلة بالصورة دي، معادلة من الدرجة الثانية، معادلة من الدرجة الثانية في أوميجا سكوير. الروتس بتاعتها اللي هي الأوميجا إن 1 وأوميجا إن 2. لما تبقى المعادلة من الدرجة الثانية كده يا شباب، كنا بنقول لو هي مثلا أوميجا أو إكس سكوير بلس بي إكس بلس سي بيساوي إيه؟ زيرو. كان ماينس بي هو عباره عن ايه؟ مجموع الجذرين، والحد المطلق كان بيبقى ايه؟ حاصل ضرب الجذرين. هنستخدم الخاصيه دي. انا عندي هنا ماينس بي اللي هو الكوزن، يبقى اوميجا ان 1 سكوير بلس اوميجا ان 2 سكوير بيساوي ايه؟ اوميجا اس سكوير بلس اوميجا سكوير بلس كي 2 على ايه؟ على ان 1. والاوميجا ان 1 سكوير واوميجا ان 2 سكوير بيساوي اوميجا اس سكوير واوميجا اي سكوير. تمام؟ يبقى ممكن بدل المعادله دي هكتب بقى الجذرين اوميجا ان 1 سكوير في اوميجا ان 2 سكوير اوميجا اس سكوير في اوميجا اي سكوير. ما ننساش يا شباب ان اوميجا اس واوميجا اي هم مين؟ انا عايزك بس احنا دلوقتي في ال 2 دي في الموضوع الديناميك اوبسرفر نقول خمس اوميجات، ذكرنا خمس اوميجات. اوميجا بس دي اللي هي ايه؟ دي الاوبريتنج سبيد بتاعت الماشين اللي انا عايز اعمل لها ايه؟ عايز اخد فاضي الامبليتود بتاعتها اللي هركب عليها الديناميك اوبسرفر.
ادي اوميجا. اوميجا اس هي كي 1 على ام 1 السكوير بتاعها طبعا. كي 1 على ام 1 كونستنت. بيتمثل ايه يا شباب في ال 2 ديجري؟ كونستنت. طب مثل ايه في السنجل ديجري؟ الناتشرال فريكوانسي بتاع مين؟ الماشين لوحدها قبل ما تحط الابسوربر. قبل ما تحط الابسوربر دي اوميجا اس. طيب اوميجا ايه؟ كي 2 على ام 2 اوميجا سكوير كي 2 على ام 2 كونستنت برضه في 2 ديجري. طب يتمثل ايه في السنجل ديجري؟ لو خدت الابسوربر لوحده كماس سبرينج سيستم يبقى الاوميجا ناتشر بتاعته كام؟ كي 2 على ام 2 او سكوير روت يعني بتاع كي 2 على ام 2. بس هي بالنسبه لي في 2 ديجري كونستنت. فاضل مين؟ اوميجا ان 1 واوميجا ان 2. ايه دول؟ دول ال 2 ناتشرال كونسبت بتاع السيستم مع الديناميك ابزورب. الاثنين مع بعض كايه؟ ك 2 ديجري. واضح كده؟ يبقى المعادله دي المعادله دي اوميجا هنا بتمثل مين؟ الجذرين بتوعهم اوميجا ان 1 واوميجا ان 2. كل ده كونسبت. ده كونستنت ده كونستنت ده كونستنت. الحد المطلق ده كونستنت. المعادله لما تكون من الدرجه الثانيه يا شباب فبتقول ان جذورها حاصل ضرب جذور هو الحد المطلق ومجموع الجذور هو الايه؟ ماينس بي. يبقى عندي كمان هنا اوميجا ان 1 سكوير بلس اوميجا ان 2 سكوير. نعم اللي هي كونستنت بيساوي كي 1 على ام 1. يا باشمهندس خلاص معلش تدخل عندكم يا شباب حاصل ضرب جذرين يدي لك المعادلة رقم واحد ديت. مجموع الجذرين يدي لك المعادلة رقم اثنين. المعادلات ديت يا شباب معادلات أساسية في تصميم الديناميك أبسورب. تصميم الديناميك ابسوربر. احنا قلنا بنصمم الديناميك ابسوربر يعني ايه بنصمم الديناميك ابسوربر؟ يعني نحسب الكي 2 والام 2. قلنا في شرطين لازم يتحققوا في تصميم الديناميك ابسوربر. اول شرط فيهم ان يكون كي 2 على ام 2 بيساوي اوميجا سكوير. بيساوي السرعه بتاعت المكنه سكوير. عشان نحقق ايه؟ البيست كونديشن. ايه هو البيست كونديشن؟ ان اكس 1 بتساوي 0. ان اكس 1 اللي هي بتاعت الماشين تساوي 0. ده البيست كونديشن. يبقى عايزين نحقق اول حاجه البيست كونديشن ان اوميجا اي تساوي الاوميجا. خلاص اوميجا اي عرفنا ان هي الكي 2 على ال 2 بيساوي الاوميجا. الحل الشرط الثاني اللي بنختار على اساسه ام 2 وكي 2 ان الرينج ما بين اوميجا ان 1 واوميجا ان 2 يبقى كبير. علشان ايه يا شباب ده؟ عشان لو حصل تغير في السرعه ما وصلش لا ريزونانس اولاني ولا ريزونانس ثاني. لان طبعا الاوميجا ايه الاوميجا ايه وقع ما بين اوميجا ان 1 واوميجا ان 2 وهنثبت نثبت الكلام ده بس لحد يفكرني في بعد ما نخلص التصميم بتاع الدايره المكبسوله. دكتور نعم في اس ناقص في المعادله الاولى. المعادله اوميجا اس سكوير. اوميجا اس سكوير في اوميجا اي سكوير. خطوات تصميم الديناميك ابسوربر يا شباب. اول خطوه هو بيبقى مديني رينج للاوميجات. يعني بيقول لي مثلا ان اوميجا ان 1 واوميجا ان 2 بيبقوا بلس اور ماينس 20% من ايه؟ الاوميجا.
وقلت لك مين اللي حدد الرينج ده؟ مين اللي حدد الرينج 20%؟ يكون 20% ولا 15 ولا 25 ولا 22؟ على حسب الطاير في السرعه بيبقى في حدود كام؟ فانت بتزود تعمل فاكتور في سيفتي يعني مثلا 3 مرات ولا حاجه وتحط الرينج ده. يعني لو الطاير في السرعه في حدود 1% يبقى فعلا عندك كام؟ 5%. لو طاير في السرعه في حدود مثلا 5% يبقى نعمل دي 15 مثلا. واخدين بالنا يا شباب؟ فهو بيقول لي الرينج ما بين اوميجا ان 1 واوميجا ان 2 بلس او ماينس 20% من الاوبريتنج سبيد. يبقى بنقول اول حاجه هنفرض ان اوميجا ان 1 بتساوي 0.8 من مين؟ من الاوميجا. يعني فرضت ان هي على البوردر بالظبط يعني على اقل من 20% على طول. وناخد المعادله رقم 1. المعادله رقم 1 فيها اوميجا ان 1 سكوير فيها اوميجا ان 2 سكوير. انا عارف مين دلوقتي؟ اوميجا ان 1 سكوير مش عارف اوميجا ان 2 سكوير. اوميجا اس سكوير دي الاوميجا بتاعت السيستم اللي هي كي 1 على ايه؟ على ام 1 معروف؟ كي 1 معروف وام 1 معروف. اوميجا ايه؟ كي 2 على ام 2. انا لا اعرف كي 2 ولا ام 2 بس اعرف ايه؟ ريشو ما بينهم. يعني كي 2 على ام 2 بيساوي يا شباب اوميجا سكوير. اوميجا سكوير يعني اوميجا بتساوي الاوميجا ايه؟ ده عشان نحقق مين؟ البيست كونديشن. يعني في المعادله اللي فوق دي اللي هي رقم 1 في كم مجهول؟ واحد بس. تاني يا شباب الكي 2 والام 2 انا عايز احسبهم لكن بحسبهم بشرط ايه؟ الشرط الاولاني البيست كونديشن ان الاوميجا تساوي الاوميجا ايه؟ يعني معنى كده ان الكي 2 على الام 2 معروفه بالنسبه لي ريشيو كي 2 على الام 2 معروفه بالنسبه لي اللي هي اوميجا سكوير اللي هي الاوميجا ايه هنا. هعوض عن الاوميجا ايه باوميجا يطلع لك من هنا ايه؟ فين كي 2؟ انا بقول انهي معادله يا شباب؟ معادله رقم 1. المعادله رقم 1 ايه اللي بقول فيها لغايه دلوقتي؟ اوميجا ان 2. هطلع من هنا ايه؟ اوميجا ان 2 يبقى من المعادله رقم 1 هطلع اوميجا ان 2. اوميجا ان 2 دي اوميجا ان 2 في احتمال ان هي تطلع اكبر من 20% من الاوميجا او اقل من 20% من الاوميجا. يعني نفترض مثلا يا شباب نفترض ان الاوميجا 1000 نفترض ان الاوميجا 1000 فانا هفرض اوميجا ان 1 بكام؟ 800. ولما اعوض في المعادله دي هيطلع لي اوميجا ان 2 المفروض تطلع كام؟ اكبر من 1200. المفروض تطلع اكبر من 1200. ليه اكبر من 1200؟ ال 1200 عشان هو قايل لي لازم بلس او ماينس 20% من الاوميجا. طب طلعت لي 1100 1150 1199 يبقى اقل من 20% يبقى اقل من 20% يبقى هنطلع من هنا ايه؟ اوميجا ان 1 اوميجا ان 2 اللي هي المفروض تبقى اكبر من 1.2 من 10 من الاوميجا. ما طلعتش يبقى الفرض ده ايه؟ الغي. الفرد ده مش مظبوط. ونعمل الفرد الثاني. نعمل الفرد الثاني. نفرض مين؟ اوميجا ان 2 بيساوي كام؟ 1.2 من الاوميجا. ومن المعادلة رقم 1 نطلع مين؟ اوميجا ان 1 اللي هي المفروض تطلع كام يا شباب؟ اقل من 20% من الاوميجا يبقى اقل من 8/10 من الاوميجا. يبقى احنا بنفرض فرضين دلوقتي. الفرض الاولاني بفرض اوميجا ان 1 واحسب اوميجا ان 2
اوميجا ان 1 نفرضها بالظبط على البوردر يعني 20% بالظبط. اوميجا ان 2 المفروض تطلع ايه اكبر من 20%. لو طلعت اقل الغي الفرد ده وابدا افرض فرد جديد اللي هو مين اوميجا ان 2 هو 1.2 في نهايه الرينج بتاعه واحسب اوميجا ان 1 واحسب اوميجا ان 1 المفروض ان هي تطلع اقل من ايه من ال 20% يبقى اقل من 8.10 من الاوميجا طلعت يبقى خلاص يعني الرينج فيهم اللي اتحقق هو ده اللي حقق. طيب في احتمالات ايه يا شباب؟ في احتمال الاولاني يتحقق والثاني ما يتحققش. انا يعني كل مساله ابسوربر بعمل الفردين دول حتى لو الاولاني اتحقق بشوف ده بشوف اتحقق ولا لا وده بشوف اتحقق ولا لا. هنقارن الاحتمالات المختلفه لتحقيق الكلام ده. ممكن الاولاني يتحقق والثاني لا يبقى هاخد مين؟ الاولاني. ممكن الاولاني ما يتحققش والثاني هو اللي يتحقق يبقى هاخد الثاني. ممكن الاثنين يتحققوا يعني وانا بحسب ديت كده طلع فعلا اوميجا دي اكبر من 1.2 وهنا برضه طلعت اقل من ايه 8.10. ناخد بالظبط كده نعمل ايه؟ نفترض ان هنقول ارقام يعني انت في الرينج الاولاني طلعت لك اوميجا ان 1 800 بال1000 يعني اللي هي ايه فاضلين ان الاوميجا ب1000 طلعت 800. اوميجا ان 2 طلعت 1250 هي المفروض تطلع كام؟ اكبر من 1200 1200 يبقى كده ايه؟ مقبولة. لما جيت تحسب ده انت فرض اوميجا ان 2 بكام؟ 1200 نفترض طلعت لك ديت طلعت مثلا 720 اقل ولا مش اقل؟ اقل من 800. ناخد الاولانية ولا التانية؟ الاولانية الرينج ما بين اوميجا ان 1 واوميجا ان 2 كام يا شباب؟ من 800 ل 1250 يعني 450 الرينج ما بينهم 450. طب الثانية 750 ل 1200 يعني 720 720 وكام؟ و 1200 يعني الرينج كام؟ 480 مين الرينج الأكبر؟ 480 يبقى هاخد الحل ايه؟ الثاني. مفهوم كده يا شباب؟ احنا قلنا ثلاث احتمالات دلوقتي. الاولاني اتحقق والثاني لا. ناخد مين؟ الاولاني. الاولاني ما اتحققش والثاني اتحقق، يعني ناخد الثاني. الاثنين اتحققوا ناخد الرينج الاكبر، ناخد الرينج الاكبر، يعني شوف اوميجا ان 1 ماينس اوميجا 2 بكام وتاخد الرينج الاكبر فيه. في احتمال الرابع بقى ان الاثنين ما اتحققوش. يبقى ايه يا شباب؟ يبقى الرينج اللي انا فرضه 20% ده مش مظبوط. الرينج 20% مش مظبوط. نبدا نفرض ايه؟ رينج اكبر شويه. اكبر نخليه كام؟ لا لا مش 25 خليها 20.5 20.1 ليه يا شباب؟ زي ما هنشوف دلوقتي كل ما الرينج ما بين اوميجا ان 1 اوميجا 2 يكبر كل ما الرينج يكبر كل ما الماس الثانيه بتكبر كل ما الماس الثانيه بتكبر. براكتيكال طبعا يعني مش مثلا يعني لو فرضت مثلا عندك مكنه وزنها 500 كيلو جرام 500 كيلو جرام هنحط نعلق عليها ماس 500 ولا 600 هنعلق عليها ماس كام؟ صغيره يا شباب يعني ما توصلش لايه؟ ما توصلش لوزن المكنه الاصلي. مش هجيب مكنه تحت المكنه عشان ايه ما تعملش فايبريشن او تقل يعني تحت المكنه فلازم ال M2 تبقى ايه؟ صغيره بقدر الامكان، صغيره بقدر الامكان. وزي ما هنشوف دلوقتي ان ال M2 كل ما زادت كل ما الرينج واسع. طيب انا قلت الرينج كام دلوقتي؟ كان 20% ما ينفعش. يبقى نخليه كام؟ ابدا يعني زود بالراحه 21 22 لو ما ينفعش يبقى 23 كده يعني. لغايه ما توصل للرينج ايه؟ المعقول. خلاص كده؟ يبقى اول خطوه طب حسبنا مين يا شباب؟ من الخطوتين دول حسبنا مين؟ اوميجا ان 1 واوميجا ان 2 جبت الناتشرال فريكونسيز دي جبت الناتشرال فريكونسيز. طب ينفع مثلا لو الاثنين اتحققوا ناخد اكبر اوميجا ان 1 اصغر اوميجا ان 1 والثانيه وناخد الاكبر في الاوميجا ان 2
يعني ناخد ال 720 هنا وال 1250 ينفع؟ لا طبعا. ليه؟ لان مش حققها المعادله، مش حقق المعادله اللي انا حاسبها منها اصلا. دي الخطوه الاولى، حسبت اوميجا ان 1 واوميجا ان 2. نيجي بقى للخطوه الثانيه، انا عندي المعادله الثانيه بتقول ايه يا شباب؟ اوميجا ان 1 سكوير بلس اوميجا ان 2 سكوير بيساوي اوميجا اس سكوير بلس اوميجا اي سكوير بلس كده. جينا على ام 1، نجيب معادله ثانيه في معادلات الفريكوانسي. اوميجا ان 1 اوميجا ان 2 انا حسبتهم من الخطوه اللي فاتت، اوميجا اس واوميجا اي على بعضها معايا، ام 1 عندي، يبقى هطلع من هنا ايه؟ الكي 2، يبقى هطلع من هنا الكي 2. جبت كده الكي 2. الخطوه الثالثه، نعم مال ايه الخطوه الثالثه يا شباب؟ عايز فاضل ان 2 من فين ده؟ اوميجا اي اللي هي بتساوي الاوميجا بتساوي ايه؟ 2 على ام 2 اللي انا سميته ايه يا شباب؟ البيست كونديشن. البيست كونديشن طلع من هنا ايه؟ ام 2. لما تطلع ام 2، لما تطلع ام 2 عشان تبقى قيمه مقبوله لازم تكون اقل من ايه؟ 0.8 ام 1. عندي مين؟ اوميجا ليه سرعه النفق؟ تبقى جيمن طبعا. ايه اللي جيمن عندي؟ سرعة المكنة الكي واحد والام واحد. المكنة معلوماتها معروفة بالنسبة لي، كي واحد وام واحد والاوميجا بتاعتها. يعني عندي ايه؟ عندي الاوميجا اس اللي هي كي على ام، كي واحد على ام واحد. وعندي الاوميجا اللي هي نفسها مين؟ الاوميجا ايه؟ اللي انا هصمم على انها دي تساوي دي عشان احقق البيست كونديشن. تمام؟ يبقى انا بعوض في المعادله الاولانيه الاول في الفريكوانسي ايكويشن، المعادله الاولانيه اللي هي حصل ضرب الاثنين اوميجا، واطلع من هنا ايه؟ اوميجا ان 1 واوميجا ان 2 بالخطوات اللي احنا قلناها في الخطوه رقم 1 اي وبي. الخطوه رقم 2، خد المعادله الثانيه بتاعت الفريكوانسيز اللي هي مجموع الاثنين ناشف فريكوانسيز بعد ما حسبتهم خلاص. هتلاقي في مجهول مين؟ كي 2 بس. ارجع بقى للبيست كونديشن اللي هو الاوميجا سكوير اللي هي سرعه المكنه او اوميجا اي سكوير بتساوي كي 2 على ام 2 طلع من هنا ام 2. وانا بقول هي يعني لغايه 8 من 10 ما زالت كبيره، يعني هي كده كبيره، بس طبعا هي الرينج ده بيختلف على حسب وزن المكنه، يعني ان المكنات الصغيره يعني او الاوزان الصغيره ام 2 ممكن توصل ل 8 من 10، لكن في الاوزان الكبيره بتبقى ايه؟ نسب صغيره جدا. احنا لو خدنا يعني لو حليت مسائل بتاع بتلاقي ان دي بتطلع 3 من 10 من الام 2 من الام 1 او 4 من 10 بالكثير يعني. بس يعني هي مقبوله لغايه كام؟ لغايه 8 من 10 من الام. ايوه يا شيخ. استغنى عن الايكويشن؟ عن الايزوليشن؟ ايوه يا باشمهندس. بيبقى في عندك عيب في المكنه، في عيب في المكنه، وعشان تحل العيب ده ايه يا شباب؟ يعني نفترض ان العيب اللي جالك في المكنه ده كان روتيتنج امبالانس، ايه الحل المثالي؟ اعمل لا 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 مش حل مثالي ده، يعني
العيد جاي روتيتنج امبالانس نعمل ايه؟ اعمل بالانس نعمل بالانسنج للجزء اللي بيعمل روتيتنج. طيب عشان تعمل البالانسنج ده محتاج تعمل ايه؟ توقف المكنه وتاخد الجزء ده وتوديه للورشه يعني في خطوات كبيره. طب الحل السريع على ما اوقف المكنه في فتره زمن ولا حاجه عشان اعمل البالانسنج ده نعمل ايه؟ زيتا كي ام او ايه؟ دايناميك ابسط. يعني في حلول كل الحلول دي حلول مؤقته. العيب بتاع المكنه جاي من الميس الاينمنت. ايه الحل المثالي بتاعه؟ تعمله الاينمنت. لا الام ولا الكي ولا زيتا شايف ولا الدايناميك ابسط. انما ايه؟ انك تعمل الاينمنت كان في ميس الاينمنت حاول تظبط الميس الاينمنت الموجود. في ميكانيكال لوسنس. في اي حاجه. يبقى الحل المثالي انك تعالج العيب نفسه. لكن كل الحلول اللي احنا قلناها سواء في السنجل ديجري او دلوقتي كل الحلول ايه؟ مؤقتا لغايه ما تبقى توقف المكنه لفتره الصيانه بتاعت المصنع وتبدا تعالج العيوب اللي عندك. بيرنج تغيره مش عارف جير تغيره. واضح كده؟ تمام. عشان كده بقول لك حاول تغير الرينج بايه؟ اوصل للريزونس. لا يعني هو البوينت 8 دي قيمه كبيره جدا يعني قيمه كبيره. فلو يعني لو حتى في اي مساله خدتها في حدود 20% عمرك ما هتوصل للايه؟ للريشيو. بس انا بقول لك يعني كا بس لو في ارقام ولا حاجه ممكن ارقام مساله تبقى مش مظبوطه بقول لغايه كام؟ لغايه 8/10. اكتر من كده لا تبدا تشوف حل تاني يعني. يعني ممكن الديناميك ابسورب ما ينفعش. مش كده يا شباب؟ مش احنا قلنا كام حل دلوقتي لتقليل الفايبريشن؟ اربع حلول اللي هم ايه؟ تغير الزيتا، تغير الكي، تغير الام. دي الحلول اللي انت حاططها في السنجل ديجري. ودلوقتي احنا هنحط ايه؟ ديناميك ابسورب. مش الاربع حلول مش لازم كلهم ينفعوا. ممكن اجي اغير الزيتا ما ينفعش. انا عندي نمبر وما اقدرش اغير اكتر من كده. اغير الكي ممكن احط حته كاوتش ولا حاجه، والماس لا ما ينفعش احط حاجه، ما ينفعش اقطع حته مثلا من الكتله الخرسانيه اللي موجوده او اضيف دلوقتي. فانا بشوف الحل المتاح بين الحلول الاربعه اللي احنا قلناها دلوقتي. مين فيهم احسن حل؟ لو في اكتر من حل متاح، مين فيهم احسن؟ ده يبقى نعمل الحل ده. واضح؟ لو جينا شفنا يا شباب ده الديناميك ابسوربر دي المعادلات بتاعتنا هي اكس 1 واكس 2 اكس 1 واكس 2 ناخد بالنا ان احنا شغالين عند البيست كونديشن. الديناميك ابسوربر شغالين عند البيست كونديشن. يعني اكس 1 بتساوي كام؟ 0. اكس 2 بتساوي كام؟ اكس 2 طبعا اكس 2 على اكس 7 بتساوي كام؟ كي 1 على كي 2 نيجاتيف طبعا كي واحد على كي 2 اللي هي النقطة اللي احنا خدناها في المنحنى اهي مجموعة المنحنيات. اللي هي النقطة دي يا شباب احنا شغالين عند مين؟ عند اوميجا اي. شغالين عند اوميجا اي. اوميجا بتساوي اوميجا اي. ده المنحنى الأصلي. وده ايه؟ لما قلبنا الجزء النيجاتيف قلبنا فوق. فدي العلاقه بين اكس 1 واكس 2 مع اوميجا على اوميجا اي. ودي اكس 2 اكس 1 على اكس ستاتيك. وهنا اكس 2 على اكس ستاتيك مع الاوميجا اي. النقطه اللي احنا شغالين عندها الديناميك ابسوربر هي النقطه دي. تعال نشوف تاثير الماس ام 1 وام 2. دي الماس ريشيو ام 2 على ايه؟ على ام 1. ودي الاوميجا، اوميجا 1 واوميجا 2. شايفين الرينج هنا ايه؟ كده بيدي لك اوميجا ان 2 ودي بيدي لك اوميجا ان 1. الرينج هنا ايه؟ قليل. كل ما بتزود ريشيو ام 2 على ام 1 بتلاقي الرينج ايه؟ بيزيد. بتلاقي الرينج ما بين اوميجا ان 1 واوميجا ان 2 بيزيد. مثال للكلام ده شوف هنا يا شباب.
دي العلاقه بين اكس 1 على اكس ستاتيك مع الاوميجا على الاوميجا اي. اكس 1 على اكس ستاتيك مع اوميجا على الاوميجا اي وده اكس 2. ايه الفرق بينهم يا شباب؟ هنا ماس ريشيو كانت كام؟ ماس ريشيو هنا كانت كام؟ ام 2 على ام 1 كام يا شباب؟ 0.25. شايفين الرينج بين اوميجا ان 1 اوميجا ان 2 قريبين من بعض، قريبين من بعض. لما في نفس الارقام بتاعت المساله دي غيرت وخليت الماس ريشيو 0.7، شايف الكيرف ده بقى ازاي بعد ما كان نازل كده؟ هنا طبعا اي ضغط سرعه هيجي لك على طول اكس عاليه، اي ضغط سرعه هيجي لك اكس عاليه. هنا لو حصل ضغط سرعه نفس المعدل اللي حصل هنا ما زلت ايه في منطقه مقبوله يعني. فده التاثير بتاع الام 2 على الرينج ما بين الناتشرال فريكوانسي. وزي ما شفنا الكيرف اللي قبل كده ان كل ما بتزود الام 2 كل ما الرينج ده ايه بيزيد. فانا عايز الرينج يزيد برضه بس في حدود معقوله، حدود مقبوله يعني، ما بيبقاش مثلا التغير في السرعه المتوقع عندي 5% واروح اعمل الرينج لان الاثنين دول 30%. طيب ايه لازمته؟ بيجيب كتله زياده على الفاضي يعني، بيجيب كتله، بتحط كتله زياده على الفاضي. انا كفايه يكفيني كام؟ 15% مثلا. لو التغير في السرعه في حدود 5% يبقى يكفيني ان الرينج ما بين اوميجا 1 واوميجا 2 15% بلس او ماينس 15%. واضح؟ عشان كده ما بقولش الرقم ده كده اعتباطا يعني، ما بقولش الرينج ما بين اوميجا ان 1 واوميجا ان 2 بيساوي بلس او ماينس 20% واحفظها على كده. لا، احنا بنختار الرينج ده على حسب توقعك للتغير في السرعه هيبقى كام؟ هو نفس الكلام. ما كان مش انت نفس السؤال كده؟ قلنا احنا عندنا اربع حاجات بنغيرهم يا شباب، بنعمل مين فيهم؟ المتاح. عارف لو سالت الناس السؤال ده لا تنسى ايه خمس دقايق؟ الدمبل كان بينزله ما يوصلوش لزيرو، والتغير الام والكي برضه كان بينزله بس ما يوصلوش لزيرو. ده احسن حل طبعا، بس لو قدرت تعمل ده احسن حل لو قدرت تعمل. كنا ما فكرتونيش برضه، كنا قلنا دايما زي ما شفنا في نرجع للكيرفات تاني، لما جبت العلاقه بين اكس 1 واكس ستاتيك واكس 2 واكس ستاتيك طلع لي ان الاوميجا ان 1 بتظهر هنا كده، اوميجا ان 2 بتظهر هنا او هنا او هنا زي ما واضح كده، واوميجا ايه دايما ايه ما بين الاثنين. هل دايما كده؟ هل دايما اوميجا ايه ما بين الاثنين؟ تعالى نرجع للمعادله اللي احنا كتبناها من شويه. المعادله دي اسمها ايه يا شباب؟ فريكوانسي كويشن. المعادله دي فريكوانسي كويشن، ده اللي هو كان المقام بتاع مين؟ لو شلت الزيرو دي، لو شلت الزيرو ده، دي معادله من الدرجه الكام؟ ثانيه. تترسم ازاي يا شباب؟ دي يطلع المكان بتاعها شكله ايه؟ رقم مش كده؟ هيبدا يطلع يعني لو حطيت اوميجا بزيرو عشان نرسم علاقه بين الاوميجا والاوميجا ايه؟ الاوميجا والاوميجا سكوير والفانكشن دي، لو سميت دي كلها اف اوف اوميجا فانكشن دي اف اوف اوميجا، وهرسم علاقه بين الاف اوف اوميجا مع مين؟ مع الاوميجا.
اوميجا سكوير هيطلع لك بارابولا هيتقطع فين عند اوميجا ان واحد واوميجا ان اتنين بارابولا هيطلع كده هيسموه كده علاقه بين الاوميجا والاف اوف اوميجا هيطلع لك منحنى بالمنظر ده كده اوميجا سكوير المنحنى يطلع بالمنظر ده التقاطع الاولاني ده اللي هيخلي لك الفانكشن بزيرو دي اوميجا ان واحد التقاطع الثاني ده اوميجا ان اثنين كل ده احنا لسه ما وصلناش ليه ان اوميجا ايه ما بين الاثنين طب نشوف الكلام ده هيطلع الكلام ده مظبوط عوض في المعادله دي سيبك من الزيرو عوض في المعادله دي باوميجا ايه اوميجا تساوي اوميجا ايه هيطلع لك ايه اوميجا يساوي اوميجا ايه اوميجا ايه هنا ودي طبعا اوميجا ايه فيبقى اوميجا ايه سكوير في اوميجا ايه سكوير واحده بوست واحده رجعت واحده ايه بوست هتروح مع بعضها وبعدين هنا عندك اوميجا اس في اوميجا ايه كده اوميجا اس في اوميجا اي هيروح مع بعض هيبقى ايه كي 2 على ام 1 في اوميجا اي السالب السالب فين السالب الجزء السالب اهي مش دي اف اوميجا هيطلع السالب هنا يعني الجزء السالب ما بين مين اوميجا ان 1 واوميجا ان 2 ايا كانت قيمه الاوميجا اي ايا كانت قيمة الاوميجا ايه لما اقعد بيها هنا هيطلع الفانكشن دي سالب هيطلع القيمة بتاعتها سالب سالب يعني ايه؟ فأني جزء من المنحنى في الجزء اللي تحت ده الجزء اللي تحت ده مش بين الاثنين يعني دايما الاوميجا ايه بتكون ما بين اوميجا ان واحد واوميجا ان اثنين وادي الاثبات بتاعته باشمهندس احنا بقى نستخدم ديناميك ابسورفر ولا الكي ولا الام ولا ايه قول نستخدم ايه فيه اوميجا ايه تبقى نيجاتيف انا رجعك بس للسؤال الاولاني تستخدم ايه فيهم المتاح صح بالظبط كده تعالى نتكلم عن المالتي ديجري اوف فريدم سيستم احنا خدنا ال 2 ديجري فورسد وفري وخدنا ال 2 ديجري لان الـ يعني في كتب كتيره بتلاقي يعني مش مهندسه كتب كتيره بتلاقي فيها ال 2 ديجري والمالتي ديجري شابتر واحد يعني بيعتبر ال 2 ديجري مالتي ديجري يعني طالما اكثر من واحد يعتبره ايه؟ مالتي ديجري احنا بس بنتعامل مع ال 2 ديجري لوحده كشابتر لوحده علشان له حاجات خاصه بيه وخصوصا ايه؟ الجزء بتاع الابلكيشن بتاعها اللي هو الديناميك ابسورشن
هنتكلم دلوقتي عن المالتي ديجري اوف فريدم، هيبقى عندك كام ديجري اوف فريدم؟ نرجع تاني للاناليسيس بتاع الفايبريشن، عشان تعمل الفايبريشن اناليسيس لاي سيستم كم خطوه؟ لسه من خطوتين قايلها، كم خطوه يا عبد الرحمن؟ اربعه، اللي هما ايه؟ اثبات في الموديل، ايه تاني؟ equation of motion، ايه تالت؟ السوليوشن بتاع equation of motion، الرابع تركيز تحليل بقى الحل اللي طلع ده، نبدا نوصف السيستم على الحل اللي طلع منه. دول اربع خطوات عشان نعمل vibration analysis. mathematical model الموديل اصلا الماشين ممكن تحولها لكام degree of freedom؟ ممكن نحولها 90 degree of freedom، ممكن نحولها 2 degree of freedom، ممكن نحولها لثلاثة أربعة خمسة. ويمكن مثال بتاع العربية كان أوضح مثال على الكلام ده، إن أنا بعتبر العربية كلها إيه؟ ماس، والأربع عجلات سبرينج ودمبر أو سبرينج بس أيا كان. يبقى ده سيستم إيه؟ سنجل ديجري. عملت دول ماثيماتيكال موديل. الحل التاني تعمل مع العربية إزاي؟ زي المسألة التانية اللي إحنا حليناها، اللي هي يا شباب بناخد البودي بتاع العربية كله عبارة عن ماس وانرشي، يعني له دو دايمنشن يعني، والعجل الامامي سبرينج والعجل الخلفي بايه؟ سبرينج كي واحد وكي اتنين، والانس بتاعها شفناها اللي هو اكس وزيت. ممكن نعمل نعتبر ايه كمان يا شباب؟ ممكن ناخد البودي بتاع العربية والسبرينج الامامية والخلفية، بعدين ناخد كتلة العجلة نفسها ماس، وكتلة العجلة اللي ورا ماس، الاثنين برضه مع بعض ماس، والكاوتش بتاع السيستم بتاع الكاوتش سبرينج وسبرينج بقى كام سيستم كام ديجري فريدم؟ اثنين فوق للبودي وواحد للعجل الامامي وواحد للعجل الخلفي بقى اربعه. ممكن نعمل ايه كمان؟ الناس اللي راكبه جوه كمان ممكن تعتبر ايه؟ ان الماس بتاعت الناس دي ام جديده، والالاستيستي بتاعت الكرسي اللي هم قاعدين عليه ده ايه؟ سبرينج. يبقى حولته لكام ديجري؟ بقوا ست، مش كده؟ كنا قلنا اربعة واثنين كمان بقى اللي هو الامام والخلف، الكرسي اللي قدام والكرسي اللي يبقى كده ايه؟ ممكن تمد شوية كده وتاخد الموتور عليه محطوط على كاوتش تعتبره مقاس. فكل ده اسمها ايه يا شباب؟ ماتماتيكال موديل. انهي واحد فيهم احسن؟ كل ما زود الديجري اوف فريدم، كل ما قربت من السيستم الحقيقي كل ما كان افضل، كل ما قربت من السيستم كل ما كان افضل. بس ده بتدفع فلوس كتير. فاحنا بنقرب الكلام ده لكام واحد، لكام ديجري؟ على حسب الحاله بتاعتنا. ويمكن المثال اللي قلت لكم في اول محاضره او محاضره ليا يعني، قلت لكم مثال جناح الطياره والبلكونه، مش قلت المثال ده؟ من هو؟ البلكونه عباره عن ايه يا شباب؟ كانت ريفر طالع من حاجه يعني فيكسل والناحيه الثانيه فري، فممكن تعتبرها ايه؟ حركه كده لو حصل فايبريشن كده يعني ايه؟ سنجل ديجري اوف فريدم اللي هو ايه؟ سيتا او اكس في اخر النقطه. جناح التيار عباره عن ايه يا باشمهندس؟ كانت ريفر برضه، بس هل ممكن نعتبره سنجل ديجري اوف فريدم؟ لا. قلت ليه؟ قلت عشان الكارثه اللي ممكن تحصل نتيجه للخطا كبيره، فلازم ايه؟ لا جناح الطياره ما ينفعش ولا تولي، خليه 10 20 50. واخدين بالنا؟ فالماتماتيكال موديل على حسب الايه؟ درجه الدقه المطلوبه للسيستم اللي انت بتتعامل معاه. فالمالتي ديجري اوف فريدم هو عباره عن سيستم بنحوله الى ان ديجري اوف فريدم. ان ديجري اوف فريدم. طبعا هيبقى عندي ايه؟ ان ايكويشن اوف موشن. ان ايكويشن اوف موشن. هيبقى عندي كام ناتشر فريكوانسي؟ ان ناتشر فريكوانسي. والكلام ده هيثبته الحل يعني. احنا في التولي الجديد ما كناش نعرف ان هما اثنين، عرفناهم من فين؟ ان وانا بحل، وانا بحل الايكويشنز طلعت لي فريكوانسي ايكويشن من الدرجه الثانيه. او من الدرجه الرابعه كمان، من الدرجه الرابعه. بس قلنا في جذرين ايه؟ سالب بنهملهم، مفيش فريكوانسي للسالب، وفي جذرين التانيين، فعرفت ان هما له اثنين ناتشر فريكوانسي. لما تيجي تحل سيستم 3 ديجري هتلاقي له 3 ناتشر فريكوانسي. تطلع المعادله من الدرجه كام؟
ست في اوميجا سكوير او التالتة يعني في اوميجا سكوير. لو 10 ديجري فريدم هيطلع لك 10 هرتز في الكونس. واضح؟ امثله للمالتي ديجري فريدم في الحياة العملية ممكن ده يكون ايه؟ برافو عليك ده ايه؟ ده مش عارف انتوا كده ايه؟ طب ايه ده؟ قطر التراب ولا ايه؟ الجرار. فالجرار بيبقى كتلته بالنسبة لايه؟ لبقية العربيات تبقى ايه؟ كأنه فيكس كده. كأنه فيكس. تبقى كتلة كبيرة فكأنه فيكس. السيستم ده كام ديجري فريدم؟ 3 ديجري فريدم. 3 ديجري فريدم ده 3 ديجري فريدم ده يا شباب كام ديجري فريدم؟ ده ممكن يتحرك ازاي؟ 4 كده؟ 1 2 وكمان وكده؟ وكده يبقى ايه؟ 3 اكس 1 واكس 2 او اكس واي وزيتا. اكس 1 واكس 2 وزيتا تمام؟ ده كام ديجري فريدم؟ 4 ديجري فريدم. ده عبارة عن مجنم كام ديجري فريدم؟ ده هو 1 2 3 هو ده من النوع اللي هو البيز اكسايتيشن. بيز اكسايتيشن يعني هنا ايه؟ البيز والبيز ممكن يكون فيها ايه؟ حركة. ده تيتا 1 تيتا 2 تيتا 3 3 ديجري فريدم. بس يا شباب لما بنختار الكوردينتس المفروض نختارها ايه؟ اللي هي تكون اندبندنت. يعني ما اقدرش من الشكل الهندسي للسيستم اجيب علاقه مباشره على طول بين الاكس والاكس او سيتا وسيتا او الاكس والسيتا. ده المثال بتاع ايه يا شباب؟ بتاع العربيه اللي احنا لسه قايلين عليه. ده البودي بتاع العربيه وده السسبنشن اللي هو موجود ما بين العجل والبودي بتاع العربيه الامامي والخلفي. وده الكتله اللي هي بتتحط عليها الكوتش بتاع العجله اللي برضه قدام ورا. يبقى هنا كام ديجري فريدم؟ 1 2 1 2 ايه 1 2 دي؟ اكس وزيتا اكس فيرتيكال وايه؟ وانجلر. وده اكس وده اكس بس دي اكس مختلفه عن ايه؟ يبقى اكس 1 واكس 2 واكس 3 وزيتا 4 ديجري فريدم. السيستم ده لازم يكون الاثنين ناس زي بعض ولازم نبقى ايه في النص. الشرط لا يعني ممكن اثناء حركه ده كده ده مايل كده يكون دي طالعه ودي نازله. هل تقدر تجيب علاقه بين الاكس دي والاكس دي؟ يعني انت تضمن ان في احد ان في اثناء الحركه الماس الاولانيه والثانيه طالعين مع بعض ونازلين مع بعض. ممكن ده يحصل يا شباب؟ ممكن يحصل بس في ايه؟ في مود من المود بتاعت الحركه. عندنا كم مود هنا؟ 4 ديجري فريدم. 4 يبقى له 4 ايكويشن اوف موشن، له 4 مود، له 4 ناش اوف فانسز. واضح؟ ممكن احد المودز اللي انت بتقول عليه ده تلاقي السيستم كله ايه؟ طالع نازل كده مع بعض. البي ام دي ده ممكن يكون يا شباب الاصل شفت ايه؟ او شفت مثلا كوبري او كوبري كوبري طبعا بيبقى كل نقطه فيه لها اداء اكس بس عايزين نقربه يعني عشان ما يبقاش كونتينيوس سيستم عايزين نقربه فبيعتبروا مثلا كام ماس؟
ثلاثة بس على حسب الإسباد اللي قدامه، ممكن يعتبر ثلاثة بس أربعة خمسة بس. التعامل مع المالتي ريجيو فينوم بيبقى أسهل من التعامل مع الكونتينيوس سيستم. ليه بقى؟ إيه الفرق بين المالتي ريجيو فريدوم والكونتينيوس سيستم؟ الإيكويشن أوف موشن يا شباب اللي بتطلع، الإيكويشن أوف موشن اللي بتطلع في المالتي ريجيو فريدوم بتطلع أوردينري ديفرنشال إيكويشن، أوردينري ديفرنشال إيكويشن. إنما في الكونتينيوس سيستم بيطلع بارشيال ديفرنشال إيكويشن، بيطلع partial differential equation. وغالبا الordinary بيبقى لها حل exact ونقدر نحل ونجيب الحل بتاعنا. انما partial systems مخصوصة جدا بنطلع الحل exact، لكن الباقي بنلجأ للطرق ايه؟ numerical عشان نجيب الحل بتاعنا. فعشان كده دايما بنلجأ لايه؟ للمالتي ديجري اوف فريدم، بيبقى اسهل كتير واوفر في الحل. هو في كام ريزونانس؟ ثلاثة ريزونانس مش كده؟ اخطرهم بيبقى مين؟ يعني دايما الشباب الريزونانس اوميجا واحد اوميجا اثنين اوميجا ثلاثة اربعة خمسة، بنرتبهم ترتيب ايه؟ تصاعدي. اخطرهم دايما هو مين؟ الاولاني والتاني والتالت كده يعني. لان بعد كده بتلاقي ان الاوميجات بتطلع كبيرة يعني بتبقى عالية جدا بحيث ان انت مش ممكن توصل لها. عشان كده ساعات نكتفي بالموديل ده نعمله ايه؟ سنجل ديجري. يعني جبت مين؟ اوميجا الاولانيه بس اللي هي اخطر اوميجا. واضح؟ طبعا هو له عدد لا نهائي من الاوميجات. لو خدته لو خدت كسيستم كونتينيوس هيبقى عندك عدد لا نهائي من الاوميجات. برضه في الحالات الكونتينيوس هو بكتفي بايه؟ اول خمسه مثلا او اول ثلاثه او اول اربعه. طيب هو الكوبري زي كده احنا ايوه الناس بتبص في الحالتين صح. كم واحد هيبصوا هنا وكم واحد هنا؟ مش المشكله في الطياره يا شباب، مشكله في الطياره مش اللي راكبين في الطياره بس. لا ما اقصدش الكابتن ده، بيبقى فيهم الكابتن يعني. لا يعني هي حصل لها فيلير فين؟ هتقع فين؟ هتقع في البحر؟ ولا هتقع على مدينة؟ ده أنا مش بقول إن الكوبري مش مهم، لا ده مهم جدا ولازم أعمل إيه؟ تصميم بقدر الإمكان بحيث إن إيه؟ ما يحصلوش فيلير، مش أعمل الكوبري ويقع بعدها زي الكوبري بتاعي. اللي هو كان سنة 40 فاكرين؟ مش عايش ساعتها. مش فاكرين يعني شفتوه؟ اللي حصل له هو كان صمم كوبري. طبعا اي منشا بيبقى له نشا فرانسيس، ف
يعني هبه ريح لها فريكوانسي تساوي احدى الناشونال فريكوانس بتاعت الكوبري. فحصل ايه؟ حصل ريزونانس. فطبعا وانت بتصمم الحاجات دي لازم تراعي الايه؟ ظروف التشغيل بتاعها هيعدي عليه ايه؟ اقصى حاجه ممكن تعدي عليه ايه؟ هل في المنطقه دي في رياح؟ في اي حاجه يعني ممكن تحصل؟ لازم تحط كل ده في اعتباراتك وانت بتصمم اي حاجه سواء مبنى او كوبري او الريزونانس. مش في كده ناس لما تعملوهم حاجة معينة أو حركة معينة يتنفس؟ هي ده أي سيستم كده يعني الناشف فرنسي بتاعته لما تتأثر عليه بحاجة بتساوي ناشف فرنسي كانك بتقول بتعمل له إيه؟ بتنفسه بتخليه حتى اسمها إيه؟ إكسايتيشن. يعني يا شباب؟ يعني بيصار وهو فأنت بتثيره بحاجة هو ما يحبهاش. كم ديجري اوف فريدم يا شباب؟ لا الرسمه اللي قدامنا كم ديجري اوف فريدم؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. سته ديجري اوف فريدم. ده مثلا ده ايه عباره عن ايه يا شباب؟ مركز الانجن بتاع المركز ده كام سلندر؟ 12 سلندر مثلا. وده ايه؟ جير بوكس. وده البروبيلر. فهو اعتبر ايه؟ الانجن كلها على بعضها ماس، والشافت اللي وصل بينها وبين الجير بوكس ستيفنس تورشن ستيفنس. واعتبر الجير بوكس كله ايه؟ ماس، والشافت اللي ما بينه وبين البروبيلر ستيفنس. ونعتبر البروبيلر ايه بقى؟ كام ديجري اوف فريدم؟ 3 ديجري اوف فريدم. طبعا ممكن نخليه مثال دي كام إيه؟ كام يا شباب؟ كام سلندر قلنا؟ 12 سلندر مثلا. 12 سلندر، 12 سلندر ممكن اعتبر كل سلندر عباره عن ايه؟ ماس، والكرانك شافت اللي واصل للحته اللي واصله بين السلندر دي ستيفنس. يبقى كده حولته لكام؟ 12 13 14 كده. هنا هيبقى 12 لوحده. طب الجير بوكس كام ستيج؟ على حسب، مثلا 3 ستيج، يبقى ممكن نعتبر كل ستيج منهم ايه؟ ديجري اوف فريدم. ممكن كل ستيج منهم ديجري اوف فريدم 15. واخدين بالنا؟ يعني عمليه الماثماتيكال موديل على حسب درجه الدقه اللي انت عايزها. ده طبعا كام ديجري اوف فريدم؟ 3 ديجري. هتعمل ايه؟ علي صوتك. دايما يا شباب احنا اي سبرينج له ماس، اي سبرينج له ماس. ويمكن في الشابتر الثاني ولا حاجه اللي هو بتاع الفري فايبريشن مدي لك مثال زي تحط الماس بتاعت السبرينج طبعا بتفقدها تقريبا يعني. لكن يعني احيانا بتبقى الكتله اللي محطوطه بالنسبه لكتله السبرينج كبيره، فممكن اهمال ايه؟ وزن السبرينج. فمثلا هنا الانجن والشافت، كتله الشافت بالنسبه للانجن دي كلها لا تذكر يعني، فبنعتبرها ايه؟ كانه ماس. فبنحسب الاستفنس منه ازاي؟ الاستفنس بالشافت كام يا شباب؟ طرش نستفز جي جي على ايه؟ على اور. على ايه؟ جي جي على ايه؟ ده سيستم كم ديجري اوف فريدم؟ اثنين اكس وسي. علشان نجيب الايكويشن اوف موشن للمالتي ديجري اوف فريدم عندنا ثلاث طرق استخدمنا منهم طريقه في السنجل ديجري اللي هي طريقه ايه؟ نيوتن. واستخدمنا منهم طريقتين ولا ثلاثه كمان في الـ 2 ديجري
اللي انا حليته معاكم نيوتن في المذكره موجود بالنيوتن سلايدز الداتا موجوده بالنيوتن وشرحنا مع بعض ايه لاجرانج وشرحنا كمان ايه الانفلونس بس الانفلونس شرحنا حالات خاصه اللي هي الماس سبرينج سيستم ما ينفعش غير بالطريقه اللي احنا شرحناها ما ينفعش غير الكلام ده يعني مثلا لو رجعنا هنا لسيستم زي ده يا شباب سيستم زي ده الكي ماتريكس بتاعته نقدر نجيبها طبعا الماس ماتريكس هي عباره عن ايه؟ دايما الماتريكس اللي هي كام وكام وكام؟ 2 ام و2 ام وام تحطهم على دايما والباقي صفار ادي الماس ماتريكس الكي ماتريكس بالطريقه اللي احنا شرحناها دي انفيرونس كي 1 1 شوف الاكس واحد شوف كام سبرينج بيتاثر بالاكس واحد واحد اتنين كي وكي يبقى تلاته كي اول رقم هيبقى في الماتريكس تلاته كي الرقم اللي جنبيه كي واحد اتنين يعني اللي بين مين اكس واحد واكس اتنين كي حطوا ايه سالب حطوا سالب كي واحد تلاته اللي هو تلات رقم زيرو في اتصال مباشر بين واحد وتلاتة في سبرينج بتأثر بواحد وتلاتة لا واحد وتلاتة مع بعض مفيش يبقى كام زيرو الصف اللي انت جبته ده هتحطه فين كل يبقى هنبدأ من مين دلوقتي في الصف التاني هنجيب لك دلوقتي يا باشمهندس اهي اهي اما نوصلها انا كي 2 2 بقى هنبدا بايه صف ثاني كي 2 2 لان انا جبت 2 1 خلاص 2 1 اللي هي نفسها 1 2 هنحطها هنا 2 2 كل السبرنجات متصله بمين باكس 2 اللي بتتاثر باكس 2 يبقى هنا كي وهنا كي يبقى 2 كي كي 2 3 الصف الثاني العمود الثاني 2 3 ادي 2 وادي 3 كي يبقى تحطها ماينس كي نيجاتيف تحطها بالنيجاتيف ليه هشرحها دلوقتي هي الطريقه اصلا ايه الطريقه دي فرنس بنعمل ايه هشرحها لك بس بقول لك في حاجات منها ممكن تيجي ايه بمجرد النظر كده فاضل في ايه في الصف الثالث يا شباب انا جبت كي 1 3 اللي هي نفسها 3 1 اللي هي نفسها ايه 1 3 بتاعت الصف الاولاني واثنين او ثلاثة اثنين هي نفسها اثنين ثلاثة اللي جبتها في الصف اللي قبل كده فاضل ثلاثة 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 كل السبرينجات بتوصل لمين باكس ثلاثة اللي بتتأثر باكس ثلاثة اللي هي مين كي حطها كي دايما في الستيف نسمعتك تسجل شباب المين في اللي هو في الطريقة الانفيلونس حط دايما المين دياجونال بوستيف والباقي نيجاتيف تعال نشوف دي السيستم ده عبد الرحمن كي واحد واحد ثلاثة كي كل السبرينجات اللي بتتأثر بإكس واحد مين؟ الكي اللي فوق ده وده وده يبقى ثلاثة كي طيب كي واحد اثنين كي كي واحد ثلاثة كي في واحد وثلاثة اتصال مباشر يا شباب السبرينج ده بتأثر بمين؟ بواحد وثلاثة مع بعض يبقى يحطوا ايه؟ طبعا نيجاتيف كي نيجاتيف كي كذلك ايه؟ اثنين واحد اثنين طيب اثنين اثنين كي وكي وكي ثلاثة كي اثنين ثلاثة اثنين وثلاثة كي تمام الصف الاخير 3 3 وواحد اهي واحد وواحد لا دي لا 1 2 3 يبقى كام 3 كي ايه بقى الكي دي الكي 1 1 كي اي جي هنسميه كي 1 1 او 1 2 نسميها اي جي
تعريف الانفيرنس كوفيشنت اللي هي المعاملات بتاعه الاستيفنس ماتريكس. تعريف ركز معايا، هي القوه اللي باثر بيها، قوه اللي باثر بيها على الكوردينيت اي، لو اثرت لو حركت الكوردينيت جي، لو حركت الكوردينيت جي يونت ديسبلاسمنت. تاني، هي القوة او المومنت، طبعا هي القوة او المومنت اللي باثر بيه على الديستيشن او الكوردينيت اي عشان اثبته. لو الكوردينيت جي اتحرك ايه؟ يونت ديسبلاسمنت. الاكس واحد خط فوق، كان ممكن احطه تحت طبعا مش كده، بس طالما افترضت ان هو فوق يبقى ايه؟ اكس 2 واكس 3 واكس 4 واكس كله ايه؟ في نفس الاتجاه، يبقى ده كده ايه؟ اكس 2 وده كده اكس 3 دي ام 2 ام 3 كي 1 كي 2 كي 3 كي 4. لو اديت 1 اكس 1 قلت بتساوي ايه؟ 1. لو انت حركت الاكس 1 لو حركت الماسه الاولانيه ام 1 دي حركتها مسافه 1، الماسه الثانيه عايزه تعمل ايه؟ السبرينج اللي بيروح هيشدها مش كده؟ فعايز يحركها. الماس الثالثه عايزه تتحرك، لا انا عايز احرك بس مين؟ واحد يونت ديسبلسمنت. وهحط هنا قوه تثبت لي مين؟ ام 2. هو عايز يتحرك، لا انا هثبتها. هنسمي القوه دي كي 2 1. دي عايزة تتحرك، عايزة ثبتها، هنسميها ايه؟ كي 3 1. لا عايز بس اوضح لك نقطة، دي مجرد يا شباب مجرد طريقة تخيلية عشان اجيب ايه؟ الستيفنس ماتريكس، عشان اجيب الستيفنس ماتريكس من غير ما اجيب ايكويشنز ولا لا لابرانج ولا ايه ولا نيوتن. فبقول لي تعريف الستيفنس كوفيشنت، ستيفنس انفلونس كوفيشنت اللي هو عناصر الكي ماتريكس مختلفه كي اي جي، تعريفه ايه؟ هي القوه اللي اثر بيها على اي عشان اثبته لو واحد اتحرك بايه؟ بيونت ديسبلس. طب تعالى كده شوف المثال اللي قدامنا ده، ده هيتحرك يونت ديسبلاسمنت، فده عايز اثبته. هو ده مين اللي كان هيحركه يا شباب؟ لو ده اتحرك كده واحد، فده عايز ايه؟ القوه دي السبرينج اللي هيحصل فيه قوه مقدارها كام؟ ها؟ شد، فهيبقى في قوه بتاثر على ام 2 ام 1 كده وعكسها هنا ايه؟ ام 2 كي 2. واخدين بالنا؟ الماس دي ام 2، انت السبرينج اللي فوق ده اتشد مسافه اكس 1 بتساوي ايه؟ 1. فيبقى في قوه كده، اللي ده مشدود يبقى عايز ايه؟ ينضغط، يبقى كده وكده. القوه المشتركه كي 2 في 1.
وكي 2 في 1. طبعا الكي 2 اللي فوق دي بتأثر على الناس الاولانيه، والكي 2 اللي تحت بتأثر على الناس ايه الثانيه. دي اللي عايزه تشد يا شباب، دي اللي عايزه تحرك، دي اللي عايزه تحرك. عشان ما يتحركش اثرت عليه بايه؟ بكي 2 1. فبقول ان الكي 2 1 ها بيساوي مين؟ الكي 2. كي 2 1 بيساوي الكي 2. طبعا الاشاره بينهم ايه يا شباب؟ نيجاتيف. ده في اتجاه وده ايه في اتجاه. يبقى كي 2 1 هي ماينس كي 2 ماينس كي 2. تمام كده؟ طيب الثالث في الحاله دي كي 3 1. انت ثبتت دي خلاص، انت ثبتت دي، فيبقى هنا في قوه مقدره كام؟ ولا حاجه. فانت ثبت دي ثابته وده ثابت، يبقى هنا ايه؟ مفيش حاجه. يبقى كي 3 1 بكام؟ بزيرو. كي 3 1 بزيرو. واضح كده؟ طب تعالى بقى نجيب ده كده. جبت انهي كولوم يا شباب؟ الكولوم الاولاني في الستيفنس ماتريكس، الكولوم الثاني، الكولوم الثاني هنحرك مين؟ هنحرك اكس ام 2 باكس 2 تساوي 1. ده عايز يتحرك وده عايز يتحرك، هثبته بمين؟ بكي 1 2 1 2 وكي 3 2 اللي هو الكولوم الثاني يا شباب في الستيفنس ماتريكس، الكولوم الثاني. احنا بس نرجع بس للحاله الاولانيه دي، احنا جبنا مين؟ جبنا كي 2 1 وجبنا كي 3 1، ما جبناش كي 1 1. طب ده تعريف الكي اي اي بقى اللي هي ايه؟ احنا قلنا تعريف الاي جي هي ايه؟ القوه اللي بأثر بيها على اي لو جي اتحرك يونت عشان تثبته، لو جي اتحرك بايه؟ لا التعريف بقى الكي اي اي هي القوه اللي بأثر بيها على اي عشان احركه. يونت ديسبليسمنت. القوة اللي بأثر بيها على اي عشان احركه يونت ديسبليسمنت. لما ده اتحرك يونت ديسبليسمنت، ايه القوة اللي هتبقى عندي؟ السبرينج اللي فوق كي 1 في 1 لتحت، والسبرينج اللي تحت كي 2 في 1 برضه لتحت، يعني مجموعهم يساوي مين؟ كي 1 1 اللي هي هتحركه يعني. تعالى حركنا ده ايه؟ يونت ديسبليسمنت. هيبقى السيستم ايه؟ ادي الماس الاولانيه، الثانيه، الثالثه. احرك ده اكس 2 يساوي 1، اكس 1 يساوي 0، اكس 3 يساوي 0. فهنا انا المفروض هاثر على ده بقوه مقدارها ايه؟ كي 1 2 عشان نثبت بيه الماس الاولانيه. وهنا هاثر بقوه كي 3 2 عشان اثبت الماس الثالثه. وهنا هيبقى مين؟ الكي 2 2 الكي 2 2 نفس الكلام بقى. لو ده اتحرك ثلاثه نتيجه لايه؟ لحركه 2. لو ده اتحرك يونت ديسبليسمنت كده السبرينج ده هيحصل له ايه؟ هينضرب. فعايزين الفرق يبقى في قوه مقدارها كي 2 لفوق كده، كي 2 لفوق كده اللي هي اللي هتثبت بيها، هي اللي عايزه تحرك ده. فانت بتاثر بيها بايه؟ بقوه ثانيه عشان تثبتها. يبقى دي بتساوي ايه؟ نيجاتيف دي. تمام؟ طب هنا السبرينج اللي تحت ده كي 3، السبرينج كي 3 اتشد فعايز ايه؟ ينضغط. يبقى في قوه كده عكس دي برضه، يبقى كام؟ يبقى كي 3 2 تساوي ماينس ايه؟ الكي 3. ده ايه ده ايه حصل له ايه؟ شد. يبقى دي كده ايوه في الحاله اللي فاتت. عشان ما تلخبطش نفسك في حكايه الاشارات،
خلي دايما الجهات دي في اتجاه الحركة، خليها في اتجاه الحركة، وخد معادلة تساوي زيرو. خد معادلة تساوي زيرو، يعني لو دي في اتجاه الحركة هتقول ايه؟ كي 2 1 بلس كي 2 بيساوي زيرو، يعني كي 2 1 بيساوي كي 2. خلي دايما اتجاهات الفورسز في اتجاه الحركة. طب هنا اللي فوق كي 1 1 كي 1 1 لفوق ماينس كي 1 لتحت كي 2 لتحت يساوي زيرو، يعني كي 1 1 يساوي ايه؟ هتجيب دول في الطرف الثاني بقت ايه؟ كي 1 زائد كي 2. تبطم ولا لسه؟ كمل المحاضرة دي. العلامة الأساسية.